بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مقدمة، يعني هذه مقدمة، خبر بدايه معزوب، يعني أما مقدميك لبيان صرف دا. صرف شيء ويقال له التصريف، صرف وصرف في فعلًا تصريف شيء فعلًا كلا أصلا منا قوران كارية، وهو لغة التغيير، يعني صرف يا تصريف للغتها بمعنى تغيير. تغيير يعني قوران دن اشتيق بقوري آخر تغيير، تغير لأصلا شيء تغير يعني قوران اشتيق بقوري، بلان تغيير يعني قوران دن. خمان اتسادة ترون قوران كاري بوجوده ناني قوران كاري لشتيكا. ومنه تصريف الرياحي، هر لو معنى لغوي صرف تصريف اما كتصريف الرياح كالقرآن شاهية، يعني او قوران كارياني كبا كان اي كان رياح جمع رح، يعني با قوران كاري اكالا طبيعتا لشرشتا جاء قوران كاري وقالوا قوراني كبائي كان بولا تصريف الرياح. تصريف الرياح يعني شيء أي تغييرها، تغيير رياحك. أما معنى لغوية كيت، أما واصطلاحا يعني لا إصطلاحا أو إصلاحا يوتا وإصلاحا رنقها هر اشتبابي هر سن للا لفاورخ يوتي إصلاحا إصلاحا نيا أو هر إصطلاحا وإصطلاحا لا إصطلاحا معمولا صرف يا تصريف دو تعريفي هيا، يكي كان تعريفي عملية يكي كان تعريفي علمية. جاد يعني بلا وباسي تعريفي عملية كأكا، تعريفي عملية كأويا كتوب عمل أنجامي أدي زوربي شغل كان أو كاراني كإما أنجامي أدين زوربيان عملي. مثلا تو أشي فيري نجاري أبي، نجاري خوي علميك، بلام تو عملا فيري أبي بكار هناني تشوي ومشارو أسكن وبرغو أو أنا كوسيلي نجارين تخت دارو أما أنا بكار أهيني قشتي دانا دانا وساكا بيو نشان دا إجي وعوا بكار بينا عوا بكار بينا قشتي تو عملية. تعريف يكمان بو علمي للنجاري نية لوانية كابرا بيبا نجار نزاني بيجي عادي علمي نجاري مو تعريفك نزاني تعريفك بلام بعمل زاني فيري عمل بوه. يا خياطي كسي كسي أبي بشاقر دي خياط شاكا لبيرشا مثلا فيري دوغما لينانية كدوغما بيليني للباس أم جارة وردة وردة سرنجي دسي أو دا باسي تقلو هر أونا بارشا بلا تبر شرخكو تقلقي بيني بسرا وردة وردة أم جارة فيري بريني بارشا يأكا حتى وردة وردة إيجيني تدرجة أول فرخة كالا قال أولا جات مشاكا ليرانية ليرا أمكارك إيكا خياطي خوي علميك بلان دينينية وقتك أما بيبا خياط أشي عملا في ربينا علما لواني أسكاني من مثلا علمي خياطي بزانم علميا، يعني بزانم أو مثلا تعريفك بوداني ولم خياطي أمايا بلان أقر وقتك مثلا فارشك يا نابر نسم نزان دوغمي ابنيم لك واك حالي بس كواتا ام دوشتا لقل يكا فرق يعني هيا بويا اللي صرفا ايما شون كزياتر نيازمان بعمل هيا كارا كمان اويا ساختماني كلمة دروسا كين، يعني ايما كلمة دروسا كين لمواديك لاختيار مانا مواديك لاختيار ايما ايبو دروس كدني كلمات حروفة، يعني حروفة حركاتا بو حروف وحركاتا ايما قران كاري لكلماتا دروسا كين مثلا وزني جورا وجور أدين بكلمة يا جاري وهي كلمة كبشكلة مخصوص درمان هنا أي يرينو بوسر أصل أأوانها مو كارجليك كإما أنجامي أدين جاء ليلة إصلاح بتعريف ما بمعنى عملي أميا تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها بريتيا لتحويل أصل واحد تحويل لقل تغييرا أذن فرق يعني شيء كمعنى إصلاحية تحويل شر تغييره بلان لقل انتقاله لقل نقله وتتوشتيق قوري قران كاري بسرا ديني
بلان لشوينكي خوي اي قوزيتو بشوينكي تر كواتل لإصطلاح كدا اويتي إضافة بو تغيير بو بالتحويل جاتو تحويلك آخرها مشوايا معناي إصطلاحي مشتملة بسر معناي لغوية وجقل معنى لغوية كا شتيكي تري تيايا كلو إصطلاح دا كارمان بياتي لشوار شوي أو علمها كواتا أويا يعني أصلي واحد كعبارة بيلا مصدر يا عبارة بيلا اسم مفرد ويا أصلي واحد يوتوا تا شاملي أو عنابي هرشن لا كتاب كان تلاك وقت أصلي واحد ما ترح كردوا يجن أم أصلي واحدة بخاطر أويا لبين كوفيا كانوا بصريا كان اختلافها كآية مصدر أصلي واحدة يا فعل أصلي واحدة بصريا كان أظن مصدر كوفيا كان أظن فعل بلا مثلا صاحبي تصريف زنجاني مثلا وتيتي أصلي واحد بو أويك نكوفيا كانوا نبصريا كان هيك كان مكان ضل يعني ليش اسا اگر تو کوفی دی اخوانی تو بلا اصلی واحد فعلا کی فی خود اویک بصریه دی کتابه کا اخوانی بلا اصلی واحد مصدر اما من بلا موایا ام کتابه چون کتنها باسی فعل ناکا لرایت امنا به بو تعبیر برینگوی برینگوی اصلی واحدی و تو تاتو نوی تنیا مصدر نظر نگری چون بلا امام مصدر اکین بفعل مازی و لدوایا اکین بمرارع و اکین بامر و اوانا او يا وصف لي دروس كين اسم فاعل واسم مفعول وما انا ما سدروس كين بلام لولا تو مثلا مثنى جمع مصغر منصوب لا شي دروس كين لا اسم دروس كين كواتا اشي ما بلين مصدر مثلا اسم مفرد لبلو اصلي واحد يوتا نيوتا مصدر تاع شاملي اسم مفرد يجب بك تغييرات كي ادري بولاي تسنيه وجمع اوان تحويل اصلي واحد ادين كبريتيا لو واحدة كيسم مصدر يا اسمه تحويل دين بوتو يعني قران كاري بسرا أدين لجاي جاي خوي أيوزينوا إلى أمثلة مختلفة ولا أمثلة جمع مثال باشا جمع مثال أيورنو ولا مثال جليك أو مثالنا جورا وجورو مثال راب منا نمونة يعني نمونة جورا وجورو شيوغل شيوه اوا يعني بولاي مثلا بولاي تنوعنا نوع نوعك شكل قال لك تايبتي بالي الى امثله بولاي النمونه قال لك جورا وجور مثلا كنتو اهاني ضرب كيب ضرباء كيب يضربوا اي كيب يضرب اي كيب ضارب اي كيب مضروب وامان ام كارج بوك لمعاني مختلفه ومعاني جورا وجور بالي الى امثله مختلفه لمعاني مقصوده معان جمعي معنايا ديارة وقت الجمع كل وتواء بروزني مفاعل جمع كينوا يكي لي حذف معاني ولا سي كي حذف هو أما اسمي منقوصة معمولا لاسمي منقوصة لحالة جرة ولا حالة رفعة آخر كي حذف ألبتا بل وقت خازي وايا بل جمع معناه ألبتا معاني بيو أكريا مصري ميمي بي لعنايته ومعنايته بالي أكريا مصري ميمي بي يعني اسمي زمان ومكان بي يعني شويني قصد كردن وعطا شنك أو معنايا كتولى نزلتايا محلي قصدي تويا قصدي أكيتو برو أبياجي يا أكريا أما جمع معنا نبي جمع معني بي بدو دانيه واسم مفعولة باشا أوقتي أقر وقتي جمع معكروتويا مشددك دانيه كان حذف بوه دانا كي تريان ما وبوت معاني او يجوا كوشن شكل اسمي منقوصي قلتوا بخوي او يجنا ماوا بالي لي معاني مقصودة بوكو مالا معناي كأو معناي انا قصد كراوا يعني ويشتي متكلمة جا ليرا معمولا بو اويكا لوما حارب رون بينا وانا او اصلا واحدة مثلا ايسا كاني اصلا كي واحد وكو مصدر وكو نصر تود يعني لنزري اقري أم نسرب معناي كوما كردنا إيسا إيما قرك معنا لم نسرب بهر برداري ليبكي مثلا كلمة يكي ليبا جوريكي بكار بينين معناي كوما كرد بدا نك كوما كردن يعني بشكلة يبدر بينين يا معناي جوريك بشكلة داري بينين معناي كوما ميكوند بدا كوما أكعب وآيان دا يا أمانة دستور بدين يعني بتلفك أمان بغين كومك بكا
جرك معنا لم كلمة نصرة أم استفادة نمكين يا جرك معنا كسيج ناو بنين كومكار كومك كوظيفة كي أويا لما يعني لم هل لم نصر خوي نعرفي بودروس كين يا كسي كومك في كراوا لما نعرفي بودروس كين خطو بنصر أمانة بودروس نابي باشا مجبوري بسايزي أو معناه داري بيني مثلا معناه كمان هي كومك كرد أشياء نصر كيب النصرة تا أو معناه يعني وكتو أشي مثلا بووي كراسيك سيني لفيش أفرديالا كابرا سايزي برد شنيكا سايزي برد شنيكا شمارا كي برد شنيكا يا جوت يا كوشة سيني شماري فات شنيكا بلا شماري فات لي أفرسي ليريش أشيتو أم نصرخو أم ب بكو مغني كوند ناخوا باشا أشي بسايزي أو داري بيري يعني قران كاريه كي تياب كي كأشي بسايزي أو داري بيري أما يكا نصر بالوزن فعلا ليو أي جوازيتو بوزن فعلا أشي قري كحويلك آلي وآيا أم جاء علي ينصرو كو مغني كوند خب اما کمک میکنن تو نتونی نصر اما نصر بسایزی کمک کردن هاتوه نه بسایزی کمک میکند مجبوری اشیا بشکل داری بیاری که او معنای کمک میکنه دبگه یعنی دیت ام جاله تو راست و خود نصر که و ینصر و دروس که یا لنصر و دروس یا که فی خوته بلا مره بجوره که بار بیانی که او معنای کمک میکنه دبه یا مثلا ل مس أمريكية كأجمع من أمدروس كين أشياء بكي بأنصر شن كم من قالك من بس بيشم كمكن بنصر كهيش مناكري بما بنصر في البلين أشياء حتما أم نصر جورك بسازينم أو معنا بدا كمن قالك ما دعوة كملته أينا هيج وقت يجمع يكتب في حالي نابي حالي لبروي ك تحويل أصلي واحد ولا أمثلة مختلفة بو معاني مقصودة أو معناني كمثلا مني متكلم قالك ما كلا تحصل كأو معنى حاصل نابن إلا بها إلا بو أمثلة مختلفة نابن ديارة ليرة دا معاني خوي معنى يعني قصد هل يعني مقصود تازا أقر معنيون بي أو شبنا مقصودة ممكن كسي يقول أما تكرارا مقصود كلا بصفة بو معنى خو هل يق معنى أدن إيما علينا أم معنى يعني يقدان معنى أسام معنى نصرك ومغمي كنات تو قصدی که یانی که بتوی بو منی راگه یعنی یا رای نگنی خوی معنایه لذاتی خویا پس معنی یعنی اوی که خوی معنایه اعمل و که من یا هر انسانی که تل او معنا بی بزیهن مانا یعنی یا بزیهن مانا باشا بلا مقصود عبارتا لو معنایی که موردی قصد قرار گریه یعنی منظور اوی شخصکا هدفي أو معناه جريتي مثلا متكلم بمخاطب الراجع يعني على رواية كواتم مقصود معناه بالفعل ولا معناه خوي معناه بالقوة أو فرق يعني لا تحصل إلا بها حاصل باب إلا بأمثلة مختلفة نبي كاسم الفاعل والمفعول وكو اسم فاعل مفعول واسم التفضيل اسم التفضيل والتثنية والجمع تثنية وجمع إلى غير ذلك بإذا في غير وانشاء أما تعرف عملية كيبو وبالمعنى العلمي وبمعنى علمي كأمية علم بأصول يعني الصرف علم يا التصريف مثلا علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء علم زانياري أمية علم زاني تياكردنا بكو ملا أصلي أصل يعني ياسا يعني قانون ياساي قشتي باشا بكو ملا أصليك صفتي أو أصلان وايا يعرف بها أنا سريب أو أصلان أحوال أبنية الكلمة باشا أو أحواليك بو بناي كلمة كان دروسة به يعني أحواليك بناي كلمة كان هيتي بو علماء زعندري مثلا يجين يشيق لقاعدة كان أويا هر وقت اجتماع المثلين به دودانا مثلا مثل لفنايك قرار ينقرد وإمكاني أو يبيع أو لك أن ساكن كريه أو لك دغم كريه لدو مكده وكو مثلا مددا إكيب مدد أما خوي بم قاعدة زانيتك شكلي أم كلمة أصلا مددا استا مددا شكلك إيب واد وزيتو يا مثلا علي هر وقت واوية خوي المتحرك بما قبلك أن مفتوح بي أن كي تألم مثلا قولا إكيب قالا إذا هرب بو قاعدة كتو أزاني قال لا أصلاق ولا بوه أبوشي وكواتب
علم بأصولي، يعني الآن ما لي علم بأصول بو. مثلا أصلك ما زاني كعبارة بو لكل مثلين إمكاني ساكن كردني أولا كمان بو دوامك متحرك بيه بتواني إدغامك وقاعدهك يكي كتلا وكل واويك متحرك بما قبلك المنصوبية بتواني بكي تألف أما نق علم بأو أصلانة فياكل دوام كأم أصلان أخوان يعرف بها أنا سيبتي عن أحوال وأبنية الكلمة أو حالتاني كبو بيناي كلمة كان هي ساختماني كلمة كان شو أحوالك كان هي أو أني في أناسري باشا شو أحوالك في أناسري التي ليست بعراب ولا بنائي أو أحوالي في أناسري أحوال أبني كلمة زورا بلام أو أحوالي في أناسري كأو أحوال نإعراب نبينان شن إعراب بناء أو أني أحوال أبني كلمة منتهى أو أن بنحو زانزي إعراب آلي با احوال احوالي ابني كلمك او احواليك بو ابني كلمك عارض به كصفتي احوالك وايا ليست باعراب ولا بناء لا اعراب ولا بناء شنك اعراب بناء بنحو ناسري اما او اما تعريفي صرف بعملي وبعلمي اي موضوع كيشيا يعني اما الصرف باس الشيكي محور مانشيا باشا موضوع اويا ك محورك مثلا كان ايما ليرا قطب من النزل قطب من ما الى نزل قرها اصلا اللي هي ساعاته مركز يبو دائنين اها او قطبك او وسطك دائنين داخل خرج ميرو ثانيه جميرو ساعات جميرو باشا قشتي تشيا بدوري او لسر او مدارة اخليته يعني او مدارة او مدارة بكردي خاطر بيضا تور او شتيكها مشتكان لدوري او يانا سر او اخليتها و اما لنا وننشي نان الموضوع موضوع كمان اويا اقر اودي هاتي من رأو لونا شا جيرتان دي بي جيرتان دي و اوني بقى جيراكن مثلا جاوشتي و جا چندانا قا بس بيكو يعني بس بيكو داتوان زي كان بس بيكو صالان قا يزور لعزيتها بو قا زور تلا بنيام لعزيتها بي او وقت بغوريزه ان بسمه وغوريزه كان قلفا اكر داني كان لو سره كدانه بس بيانو ود بنه اوي كلو سره كيتيانو بيانو سره يا سرطا ايت املي لو كسنج لنا هنا كان مسته اتويس جنميك وردكي وين جيريكي ام قا فقيره امانك بنيا الشاي تي وكسنج شقيله لا حمو اوانيك بدوري اما خلانو او بتامج اشرخه بلان شرخي ام زور كنت بو او انا خلانو اما انا ليرو شي بو غايب نبو هميان بدوري اما خلانو موضوع هر علمياني غايب ني او علم متواجبون او بابا جامع اكشي الالفاظ العربيه من حيث تلك الاحوال الفاظ عربيه بلان الروانجي احواله اخر الفاظ عربي خول نحوشا هنا كمان شيء لنحوشا موضوع أكار الفاظ عربية ولأو من حيث الإعراب والبناية باشا لبلاغة مثلا هر الفاظ واتهر الفاظ عربية لو يجدع بلا من حيث أويك معناي دوامية يعني غيري أو معناي معناي تريها لنزل جيري أما أويا أم جارة ولأم من حيث أو أحواليها مثلا وقل صحة آية أم لفظة عربية صحيحة يا إعلال يا معتلة إعلال أكين يا ذاكين يا أصالة وزيادة آية مثلا أم حرف زائدة يا أصلية آل الرنقو يعني أوانا عيسى أصالة وزيادة وصحة وإعلال أعم جورشتانا أمانة شين أمانة أحوالا جاء الفاظ عربي من حيث بيان أعم أحوالها أو أنه موضوع علمي صرف لصرف سادة علي موضوع كي كلمة من حيث الصحة والاعتلال لروان جاي صحة اعتلال وبلان كانها صحة اعتلال كافينيا بلكو زيادة وأصالتش أو مثلا جمود واشتقاقش أبيها مو أوانا لنزرقلي أوانا أحوال لكن لفظي عربي لو روان جاو كباسي أحوالا نتياكري كديارة أمجانا ويختصوا إما سيا كلمة مانية يعني سيا نوع كلمة مانية اسم فعل وحرف لحرف صرف علمي صرف إجرانال نحو متعلق بهرتي حرفك بهرتي نوع كلمة كي حرف شجريته بلام صرف
فقد بو اسمه بو فعله لا حرفانية، ويختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وتعبت علم صرف باسم ولا معرب متمكن يعني معربة حركات وانا قران كريمة بس هيك، والأفعال المتصرفة وفي وندي لقوا فعل ذلك هيا كفعل كان متصرف من أخر فعل يجدون فعل متصرف معنى وغير متصرف معنى، غير متصرف يعني صرف قبو ما كايتر أسماء متمكنة غير متمكنة مبني أو أن يوكو حرف وان وكو شون لحرف تصرف نيا لا اسمك شاكا مبني بي أو تصرف تانية. وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي. ألوا جوال سؤالك مقدر من بو أداتهم باش إيجي تو إيجي اسم تايبة با صرف تايبة با اسمي معربو أي بوشي مثلا بعد مبنية قبيني تثنية أها الذي أكيب اللذاني هذا أكيب هذاني خو أو تثنية كرني كتولي وكردوتا وشي أو تثنية كتو كردوتا توا أو تثنية عين نا كان بمعربني لله أو صرفة أنجام الدعوة يعني تو مثلا بلي لا صرفة قران كارية كي أوي كتو ديني مفرد أكيب تثنية خوي أما إجراء كردني قواعد صرف ليوا ديتوش لو لا علي ولا صرف فقد لا اسم معرف داعي أي بولي ولا اسم مبني آية أمي جوابك وارد علي أوي كوا وارد ولا تثنية كرنوا بعض لا اسم موصول واسم الإشارة يا ساجاري وها جمع يكينوا وكو الذين مثلا يا وكو مثلا علي فردا هؤلاء بو جمع حكايتي يا مصغر يا كيتو آخر إما لبعثي مصغر شاهمانا أو بتا تصغير من هي بو موصولات اسم الإشارة ولا أو تصغيرانا كلوة جيبا جيبا بي لقل مصغري تصغير معربة فرقي هي بشوافي تصغير ناوي أبا يعني تصغير كاي شعزة أخذ تصغير شوي تصرفه إجراء قواعد صرفية يتلاويش إيجي أوانا كتو بك بإرادة سلم نابي بيرا شنك أنا فصوري أو هر صورة الروالة كي وعيا لا حقيقيون أي نا حقيقتي كينية إسا هذا كتو أي كيبا هذاني لا أصلا هذا خوي ألفكي هيا تو أقر وقت تسمية كي تواشي ألفكي خوي حذفك لحالك أما أقر معرب وايه ألفكي خوي حذفناكي مثلا تو فتا فتا جوك هذا وايه للروالة وقت مسنى أكي تو ألي فتياني ألفكي خوي أكي بيه كتشي لهذا كألفكي في ويا بلا ألفكي خوي ليه فياني جام جاء ألفي تسمية في هذه كواتا أو تسمية حقيقي نية وواضعه يعني واضع سلف لان كي اول جار علم صرف داناوة الله وواضعه معاذ بن مسلم الهراء معاذ كر مسلم كبهراء بن بانبوة بتشديد الرياكة شاكا جاء وقيل اوش سيكوتان سيدنا علي كرم الله وجهه قوري اما حضرتي علي بوة كرم الله وجهه خواهي قوله شهره وروالتي أو هميشه بريزو راب قريه إن شاء الله. ومسائله مسائله كلام كتابه دا أما باسي ليك المسألة كانت شيئا قضاياه التي أو قزيانا قزيا يعني هر بمناي جملان خو قزيا جملة خبرية هرشكا ولا بعلتي أو آخر قزيا خو منا قضاء يعني حكم حكم يكي تيا ذكر كريه شتيكي تيا بكار أبري وأمانا لبرو في يومين قضية على مسائلي أم صرفة بريتين لو قزايا صرفة كام قزايا أو قزايا وتذكر فيه صريحا أو ضمنا باشا ذكر كريان تيايا يعني لصرف دا جايا صريحا ذكر كريان يا ضمنا ذكر كريان وكوشي أدي مثال مبينلو مثلا كل واوين أو ياين تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا هر واويك يا هر يايه متحرك به وما قبلك مفتوح به قلبك ريبه ألف أما أين حالك قاعدة قضية يا كيشا صريحة آخر أن أما صريحة بالي جاجاري واهي بعض قاعدة لازمني قاعدة كتير قابل فهمها متواجبون لازمني قاعدة كتير قابل فهمها ما سأيسا كانني تو أقرب لي لا أجوفة كواتئ مع عين الفعل كا وقت أجر واوية متحرك وما قبل كي مفتوح بأي كي نألف معناه شيء
معناه واه يا ملا ما زيها عين الفعل أجوف ب بألف خويني ده إخواني وتي ما أو قصينا كردا أو وزي من فهم كريم ونحو إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكوني هل وقت يا كواوية كوب بنو لقليات وسبقت إحداهما بالسكوني ويك كان بساكن بون تيجعو تريان كوتوية يعني ساكن بيه قلبت الواو يا أن قلبي وواك أكريبا يا أمر وأدغمت في الياء دخ مكري لي دوام يكا ما سوكو السيد كلا أصلا سويدة قلب مكان تيا كي سويد أي كي بسي نا سويدة لا أصلي خويا نا جذب ساهين أو صغانة معمولان بروزني فعيل مثلا كو قويم سويد سويء دعوة قلب مكاني أنت يا أكي إجازة يوش أنا قلت أجيت السر تونا وش يبو نريمان أجيت السقف كين نريمان أمرا أم جاء دعوة قلب مكاني يا أكي سويد كي بس سويد باشا جاء كلمة بس سويد أمرا أو قاعدة ديت الجي قاعدة كشيء واو يلا كلمة كوبونته سابق لو أنا ساكنة واو كش كين بيه يلا يلا إدغام كين مثلا إذا كان سويد أي كيف سويد دعاء واو كا كيف بيه سيد دغني كليك أبيت شيء أبيت سيد يا مثلا قويم قلب مكاني تيا كي كي بشي بقيم دعاء واو يا سابق لو أنا ساكنة قلب واو كي بي يلا دق مكاي أبيت قيم فيها كتب قيمة القرآن ما نجا قيمة مو أنا سكيتي خب قيمة شرحية للقرآن وأبزان ولا قيمة منزورة يا مثلا إذا كان سويء لا سوء ده سوء يعني خلاص سويء قلب مكاني تيا كريه علي شيء علي سيوئ دعاء أو قاعدة إجراكي وهو يسابق لو أنا ساكن وهو كاكي بيه يلي أدخ مكي أبت السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أم جار مؤنسة كشي ديانا السيئة وانيا سيئة جمعك أبت السيئات أو أنا كلمات يكن أبي بيانا أشنابين أو بتاء وواوين بلان ليائشة أو الرودة وكو طيب كلا أصلات طيبة بدو دمية هي أول كان مكسورة قلب مكاني تياكي ساكن كاكي تبرو أبيت طيب ولا يتأو نيازي بقلب نية خوي هريه لازم نقرأ لي واوي سار الله أنا ساكنة يا لي أدخ مكاني أبيت طيب يا مثلا أو كصيب من السماء صيب صويبة لا أصل خويا ما هو ثامر شيء يعني لا أصلا بدني فعيل فعيل أو أي شو خلب مكانك أي دواي خلب مكانك أي على لكاك أي حاضر صيب دواي هم القاعدة إجراك أبي تصيب مدي بالي بالي أما أواني وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة ثمري يعني بهري أم علم وات علم صرف يا كم يعني أميا لمفردات صوني لسان لخطاءك يعني جوريك كيك اشتبانك إلى تلفظ مفردات مفردات كان غلط نخلانيتو بويا ما في المفردات نعم في الكلام شن في الكلام أو بو نحو به كنحو صون اللسان عن الخطأ في الكلام أو وايا بلا أم في المفردات شنك أم باسي كلماك آخر لا أصلا أجر إما باسي علومي أدبي كين أبيلا تجويد ودستي كين يعني علمي حروف شناسي وات إما لحرف كان شي دروس كين كلمة دروس كين جاء أم جارك حرف كان من ناسي أمر كلمة ما لي دروس كل خب علمك ما نجارك أبو علمي كلمة شناسي علمي كلمة شناسي هبان علمي صرف جاك كلمة كان من ناسي أمر نوري كلامة شاكا علمك شمان قالك أبو كلام كعبارة لنحوك بابا صون اللس عادي يعلم أن مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع ثم الثمرة عادي ونسبة وفضله والواضع هو اسم الاستبدال حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف زور شاكا أما نرى صرفك كيتيا موضوعك كيتيا واضعك كيتيا أمسيان مسائل كيتيا أمشوار
ثمرة تيا أما بنج استمداد تيا أما شش هو على عكا أري وعلى عكا شيود قشتي ناورده بلان بيارة أوي با أوي صرف إشكانية آخر يكيق لهنا كان تسمية مثلا ناوي أو علمة بوشي أو لفظ كرابنا بو أو علمة لا أصلا ما ناي شيء شو مناسبة يكي هيا كأما باسي أو ما نكر كوتمان تصريب اللغة منا تغييره مثلا حتى على تعريف عملك يا وتمان ما تحويلي أصلي واحدة ولا أمثلة مختلفة أو شيء وتوزي منه إن جدوي أو ومراعاة قانون اللغة في الكتابة ولا أقر علمي صرف زانت ني قانوني لغة يا ساي لغة رعاية كي لنوسينا لنوسينا كيف شابازم قازان جي هيا بود ككلمة كوك تلفزية كي مثلا بينوسي واستمداده من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العربي ومدد ورقرتني أم كتابة يعني لشي مدد ورقري يارمتي ورقري بو بيك هاتا أتوين أما بو بيك هاتا معناك أسف بيك هاتي أم علمة شيئة واتك كرسو وسائلي كأم علمة استفادة لي أكا حالبي شيئة لبردسيا ولا كلامي خواهي فروردقارو كلامي في غنبركيتي دروجي خواهي لسربيو كلامي عربة بشعر وبنسرو أو. أي حكم شارع سيتيايا وحكم الشارعي فيه أو اشتباه نسيا حكم الشاعر نسيا هي أول شيء نسيا وثاني من نسخي منه شاعر نسيا ولا كلياب الشارع وحكم الشارعي فيه الوجوب الكفائي حكم الشارعي لواء وجوب الكفائي يعني واجب لسرمان ولا لس آري كوم الله أنجام ولا كل أواني تلك يوك نرجع مردم كواتت ما شاق واجب لسرمان يعني أبي الصرف ما لنا وابي وأنا مثلا لشارع جواب قريك صرف نزاني حالب جاء ديار إما لا تعريفي صرف أو ما نوتوها يعني تعريف علمية كي وتمان علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي كلمة التي ليست بعراب ولا بناء أبنية شيئة باسي أبنية ما نبوك على والأبنية جمع بناء أبنية جمع بناء بناء أو همزية من قليب لبريية لا أصلا بنايا بيك ونونك وياك جاديارا أمجا وقتي أو ألف زائدة هاتوا قاعدة وايا واوي متطرف لدواي ألف زائدو أقرين بهمزة أمش كراوة بهمزة بلا من زمان نيك جمعي أكيتو جمع مكسر خوية كي هيا عادتي وايا مفرد أجيرته ولا أصلا كي خوي أنت تعب بناء كتو غارك بجمعي كتو بروتني أفعيلة مثلا جمعي أفعيلة جمع قلية دي أبي بني همزة كي قطعي مفتوح لا والله كي وداني فعل فعل كي ساكن كي أب أم جارة أو الفلاوي أو الفني هنا ما نزيا ما كذا وهنا همزة كي تو بيد وبارة أبيت أب نية لآخر شو تيا كجري شاكا أبيت شيء أب نية بالي أو بجورة جمع كرتو أو بتحر كلمة ك وكبناء وابي بروزني فعال به يا بروزني فعال به يا بروزني فعال به هل بروزني أفعيلة بجمع قيلكيت وأنا جمكيتوه مثلا بوي أنا أواني تطلع على الأفئدة أفئدة جمع فؤادة وكلاي بوه مثلا لسان كيب ألسنة باشا كألسنة للقرآن شاهية بابا يا زمان كيب أزمينة بعد حال أوي ش يتكرر من بوانية كفاو في لك ملمومة يا مفتوحة يا مكسورة. بلى أخلاق ما هنا مش هذا العرض بلاك. بلى. وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب. جابنا عبارة لشي عبارة لهيئة كلمة. هيئة كلمة كامية صفتي أو هيئتيك ملحوظة ملاحظة معنك ولا زيني خوما نرامان قلتوها كاتم ملحوظك كبصفتي هيئتك هيئة الكلمة الملحوظة وهيك ملاحظة معنك قلتوها لشي ملاحظة كراوة أو هيئة مثلا لنزل جيراوة لحركة أو هيئة لما ندرس به لحركو سكون مثلا يا حركي هي أو حرفة يا سكوني هي لعدد حروف حرف كاني شنك سيان يا شوار يا زياترين وترتيب
باشا لترتيبي حركة كان بالي حرف كان كامل لبر كاموية كامل دواي كاموية أما بريتيبو بناء عبارة بلو هي ملحوظة كبيكاتي أمس يشتيا حركة وسكون عدد حروف ترتيب أما كلمة شيا والكلمة لفظ مفرد كلمة عبارة اللفظ كي مفرد كوضعه الواضع كواضع وضعي كردوة ليدل على معنى بوأوي كدلالة لسر معناك بكا بس جوار دلالة لسر أو معنى بكا بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له بجوري كوابك هر وقت أو لفظ ذكر كرا أو معنايي كلفظ كبو أو معناي دان لاوا خرا قبل فهم به مثلا سكانين يا هر لنا وبزارية كابرا مثلا منالك أبيل دا يجنا لكي لسرنية ناوي أنين محمد وقت يكناوي أن محمد لهر كويك وبانكي محمد أو خيرا أزاني بو شي أزاني شون أزاني أو ناوب أو دان الياء ولي أقر مثلا باني اللي يبكي حمس على جو ناتو حالبي لبرتيا شون أو ناوي محمد يبو دان الياء نك حمس على مثلا بالي لير شاء أم لفزانية بالي لفظ مفرد ولعه الواضع لفظه كما سن مفرده والع والع كردوه ليدل على معنى الوضع او لفظي محمدك والع كردوه او شخص هذا لا لا او معنى او شخصك بجورك واك اقل لفظك ذكر كلا خيرا فهم كري لو لفظه شي فهم كري ذلك المعنى او معنى كان معنى او معنى اي كصفه معنى كوايا الموضوع هو له كوزع كلا وهو لفظك او هو بو لفظك بلرو له بو او معنايا أو موافق إن شاء الله.